نعم. شيخ بارك الله فيك، بعض الطلاب المبتعثين في الخارج عندهم إشاعة أو كذا أن هناك فتوى تجيز أو تجيز أخذ الفوائد الربوية من البنوك في الخارج واستثمارها في الجمعيات الخيرية. نعم. سواء في الخارج أو في الداخل. نعم. السبب هو أن بعض البنوك تستغل هذه الفوائد في توزيعها على الجمعيات سواء نصرانية أو يهودية أو في أعمال ضد الإسلام. فالإشكالية الآن أن هناك بعضهم يصدق هذه الإشاعات على أنها فتاوى صدرت من علماء أو طلاب علم معروفين. رأيك يا سماحة الشيخ؟ نعم. جزاك الله خير. لا استحسان مع النص ولا قبول لفتوى تخالف الكتاب والسنة. فالقرآن الكريم يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. ذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وفي السنة أعلن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم عرفة في حجة الوداع الربا الجاهلية موضوع، يعني الربا اللي كان في الجاهلية موضوع، وأول ربا أربع من ربانا ربا العباس بن عبد المطلب. فوضع الربا الذي كان في الجاهلية قبل أن يحرم في الإسلام وأهدره. فكيف يمكن أن نستحسن مع هذا النص أخذ هذا الشيء وصرفه في مصالح خيرية؟ هذا لا يجوز. وكيف يقابل الإنسان ربه يوم القيامة وهو يقول كذا؟ الله يقول كذا وأنت تقول باخذ استحسانا؟ هذه أنا أرى أنها فتوى غلط ممنوع. وأما قولهم إن هؤلاء يجعلونها في أشياء ضد المسلمين، فكل مالهم من أولها إلى آخرها يريدون بها ضد المسلمين. إذن لا تبايعهم ولا تشتريهم. إذا اشتريت منهم سلعة وزعمت أنهم يتخذونها ضد المسلمين فالربح الذي تعطيهم سيجعلهم ضد المسلمين ولا فرق. ثم هذا الذي أنت الربا هل هو كسب مالك؟ أجب يا أخي، أجب يا سائل. لا أجب سؤالي، هل هو كسب مالك؟ لأن مالك ربما يجعلونه ويتجرون به ويخسر، فليس نماء ملكك، إنما هو ربا يضعونه هم بأنفسهم. وإذا كان كذلك فأنت لا، ليس منك تفريط وليس منك معونة على المسلمين، لأنه بكل سهولة تقول هذا ليس ربح مالي، أنا لا أدري مالي هل حينما تصرفوا به أكسبوا أم خسروا. فالمهم يا أخي والكلام للجميع، لا تستحسنوا شيئا نهى الله ورسوله عنه. وأنت إذا تركت هذا كسبت أشياء كثيرة. أولا علم هؤلاء الكفار أنك مسلم حقا، لأن الكفار ولا سيما علماؤهم يعلمون أن الربا محرم، محرم في التوراة والإنجيل وفي الإسلام أيضا. فإذا تركت هذا علموا أنك مؤمن حقا وأنك لم تقدم الدنيا على الآخر. ثانيا إذا تركت هذا ولا سيما إذا كان ملايين، أوجب للمسلمين أن يكونوا بنوكا إسلامية وينفردوا بمعاملاتهم، كما سمعنا اليوم في الإذاعة في لندن أن المسلمين في إنجلترا يطالبون ببنوك إسلامية وأن الحكومة تدرس هذا الطلب. أفهمت؟ أما كوننا ننساب مع الناس ونستحسن بعقولنا ما منعه الشرع هذا غلط. هذا من جنس ما استحسن المعطلة، معطلة الأسماء والصفات من الأشاعرة وغيرهم، استحسنوا أن ينكروا من صفات الله ما أثبته الله لنفسه بحجة أن العقل ينكرها. عليك بكتاب الله وسنة رسوله وهما المتبوعان لا التابعان. نسأل الله يرزقنا وإياكم التمسك بدينه والوفاة عليه، إنه على كل شيء قدير.